شهدت مساء أمس جامعة هيك كاد مناسبة عرض كتابين للكاتب أحمد محمد صالح بعنوانين رسائل إلى الأمة وغير عقليتك. الكتابان يتحدثان عن الأمة الشادية وكذا عن الأفكار السلبية. كان ذلك بحضور رئيس جامعة هيك شاد وعدد من المهتمين بالشأن الوطني. تقرير آدم حسن مكاوي، قراءة خليل حسن صالح. الكنز الذي لا يفنى، الكتاب هو المعزوفة التي دق أوتارها المؤلف والكاتب أحمد محمد صالح في تأليفه كل من كتاب غير عقليتك ورسائل إلى الأمة. احتفالية عرض الكتابين كان شاهد عليها نخبة من المثقفين والدكاترة الذين جاءوا إلى دوحة الفكر التي احتضنتها جامعة هيك شاد، الجامعة التي تحصل فيها الكاتب على درجة البكالوريوس قبل التحاقه بجامعة جانسي الهندية، والتي تحصل فيها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. كتاب رسائل إلى الأمة، يقع الكتاب في 150 صفحة من الحجم المتوسط، مكتوب باللغتين العربية والفرنسية، ويبدأ الكتاب بلمحة تاريخية موجزة عن شاد، يحاول الكاتب فيها الإحاطة بالتحديات والمشاكل التي تواجه الأمة الشادية للتعلم منها وتحمل المسؤولية عبر مقارنتها بين الدول الإفريقية الناجحة، مقدما رؤيته في ختام الكتاب للأمة والوطن. أما الكتاب الثاني غير عقليتك، يتكون من 117 صفحة، مكتوب أيضا باللغتين العربية والفرنسية. تحدث فيه الكاتب عن كيفية تحقيق الأهداف عبر تقديمه للوصايا والرسائل الإيجابية. الفكرة بشكل عام في كتاب رسائل الأمة إنه في كلنا الآن في بشكل عام في الشارعين سواء في الداخل ولا في الخارج نواجه نعم عندنا مشاكل في بلدنا وفي مجتمعنا، والكل بيتكلم عن المشاكل هذه بطريقة ما، يعني على طريقة ما سواء على السوشيال ميديا أو في الحديث أو الحوارات الجانبية مع بعض، بس ما في أحد مثلا بيفكر في الحلول موجود، فما في أحد ما شفنا شيء ملموس على الأرض. فبشكل مختصر شديد إنه الكتاب بيحاول يصب الضوء على بعض المشاكل. وفي ختام عرض الكتابين تداخل الحضور بالعديد من المداخلات التي أشادوا فيها بالكتابين. بعدها قام الكاتب والمؤلف أحمد محمد صالح بالتوقيع على الكتابين أمام الحشود.